السلام عليكم شباب ريبتو ان شاء الله النهارده هنحل مع بعض اكزام نمبر 14 الفيوم جوفرنريت تعالوا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسولنا الكريم في نمبر 1 بيقول لي تشوز ذا كوركت انسر نمبر 1 ريكتانجل اتس ويت 6 سنتيمتر اند اتس لينث 8 سنتيمتر ذن اتس ديجونال لينث از نوت سنتيمتر ادي الريكتانجل ده ب 6 وده ب 8 يبقى عشان نجيب الديجونال ده هنعمل

الباي دي تتكنسل مع الباي دي يبقى الار سكوير ايكوال 16 يبقى الار ايكوال سكوير روت اوف 16 واللي هي 4 سنتيمتر خلي بالك احنا اللي جبناه ده هو الريديوس هو طالب ايه هو طالب الديامتر يبقى الديامتر 4 تايمز 2 8 سنتيمتر نمبر 4 بيقول لي ABC is an obtuse angled triangle at B يبقى الاوبزيت للبي اللي هو الاي سي يبقى هو جريتر ذان الاي سي باور 2 جريتر ذان الاي بي باور 2 بلس البي سي باور 2 في نمبر 5 بيقولك اي بي سي دي از ا ريكتانجل نعمل ريكتانجل كده نعمل اي بي سي دي ادي اي بي سي دي ذن ذا بروجكشن اوف اي سي اون بي سي عايزين البروجكشن بتاع ال الاي سي على البي سي ده ال الاي البروجكشن بتاعها بي والسي البروجكشن بتاعها سي زي ما هي تبقى بي سي نمبر 2 بيقول لي كومبليت ذا فولوينج نمبر 1 اف تو بوليجونز ار سيميلر ذن ذا كورسبوندينج سايد لينسز ار نقط and the corresponding angles ار نقط

يبقى معناها إن الأب ده سايد لينس يبقى اللونجست سايد لينس هيبقى سي هو الهيبوتنس واللي هو الأوبزيت لي اللي هي بي دي رايت أنجل triangle فبالتالي هو عايز اللي هي equal 90 يبقى البي. نمبر 3 بيقولي triangles with congruent basis on one straight line and have a common vertex are equal in area Number four, the perimeter of a rhombus is 24 centimeter and its area is 30 square centimeter. Then its height is not a centimeter. A rhombus are finished. Sidelines start to equal a length. If have side length 24 over it. Four will lay a six centimeter. That side side length are rhombus. The area is 30 square centimeter. you the height, but okay. We know that the area is a base times the height. لو جبنا رسمنا الرومبس كده فاحنا عرفنا ان ده 6 وده 6 وده 6 وده 6 والاريا 30 وكمان عارفين ان الاريا ايكوال هاف تايمز دي 1 تايمز دي 2 طيب احنا معانا البيز اهو اللي هو ال 6 محتاجين الهايت بتاعه ده بكام؟ الاريا ب 30 يبقى البيس 6 تايمز الهايت يبقى الهايت ايكوال 30 اوفر 6 واللي هي 5 سنتيمتر نمبر 5 بيقول لي ان ذا figure فيجر مديني تريانجل كده في رايت انجل تريانجل وفي بربنديكولار وبيقول لي الاي سي سكوير ايكوال سي دي تايمز سي ننتقل مع بعض مسائل البروف نمبر 3 لتر A بيقول لي اي بي سي BD equal 2 cm CD equal 8 cm AD equal 4 cm AD perpendicular to BC prove that measure angle BAC equal 90 جميل خالص احنا قريبين شوية من مسألة الإكليديان سيرا طبعا هو ADC اللي هو ده كده is right angled at D يبقى بالتالي نقدر نطبق البايسيجرو سيرم واللي هي فيها الاي سي باور 2 ايكوال الاي دي باور 2 بلس الدي سي باور 2 يبقى 4 باور 2 بلس 8 باور 2 يبقى نجيب الكالكوليتر يبقى 4 باور 2 بلس 8 باور 2 تبقى كام 80 ناخد السكوير روت لل 80 يبقى 4 روت 5 بعد كده هنتكلم على الترينجل الاي دي اللي هو الناحيه الثانيه ده معانا ده 2 سنتيمتر وده 4 سنتيمتر يبقى عشان نجيب الاي بي هنقول الاي بي باور 2 ايكوالز DB بي باور 2 بلس الاي دي باور 2 يعني 4 باور 2 بلس 2 باور 2 هنعملها برده بالكالكوليتر تبقى 20 يبقى احنا كده جبنا الاي بي باور 2 والاي سي باور 2 تعالى بقى هنجيب ايه بقى في ترانجل اي بي سي اللي هو الكبير كله على بعضه هنجيب البي سي باور 2 والاي بي باور 2 بلس الاي سي باور 2 لو طلعوا ايكوال يبقى هو رايت انجل ترانجل احنا معانا الاي سي باور 2 80 والاي بي باور 2 20 يبقى 100 وكل ده ب 10 هات له 10 باور 2 10 باور 2 تبقى 100 برضه Yippeh equal are right angled triangle at A. bac 90. Letter b, in the opposite figure. Triangle xyz is similar to triangle ryx. Measure angle yxz is 90. Prove that XR perpendicular to yz. And if xy equals 6 centimeter, xz equals 8 cm find the length of rz هنبدا بالسيميلر اللي هو مديهولك ده هو ده مفتاح الاكزامبل بتاعنا ومديك ان ان ميجر انجل واي اكس زد 90 يبقى واي ار اكس از 90 طب فين واي ار اكس دي اللي هي دي ايه ده طب ما هو طالب منك ان الاكس ار perpendicular تو واي زد يبقى انت عملت البروف كده بس كده طيب احنا معانا التريانجل ده رايت ات واي اكس زد يبقى نقدر نطبق البايسجوريس ونجيب الهايبوتنس ده اللي هو ايكوال ده 2 بلس ده 2 يبقى نقول واي زد باور 2 ايكوال اكس واي باور اكس زد يبقى 6 باور 2 بلس 8 باور نجيب 6 باور 2 بلس 8 باور 2 100 ناخد السكوير روت تبقى 10 يبقى ال Y Z ايكوال square روت لل100 تبقى 10 سنتيمتر هو بعد كده عايز يجيب اللينس اوف R Z عشان نجيب اللينس اوف R Z هنقول ال X Z باور 2 ايكوال ال Z تايمز يبقى X Z باور 2 ايكوال X R تايمز Z Y الزد واي ب 10 ودي 8 باور 2 ب 64 يبقى ال زد 64 اوفر ال 10 تبقى 6.4 سنتيمتر نمبر 4 لتر ايه بيقول لي ان ذا فيجر اي بي سي دي از ريكتانجل اللي هو واقف ده كده ام بلونج تو اي بي ان بلونج تو اي بي Cn parallel to dm Cd equal 5 cm AD equal 18 cm number one find the area of the figure Mncd الاريا بتاعت ده هنلاحظ ان احنا معانا rectangle و prellogram و ال ab parallel لل dc الام بلونج تو اي بي نكتب اللي هو قاله والان بلونج تو اي بي يبقى الام ان باراليل للدي سي دي كده اول حاجه نطلع بيها ان ده باراليل لده وده باراليل ده طب استفدت ايه انا بقى ان عم قلت إن ده باراليل لده ما انت معاك كمان ان ده باراليل ده يبقى بقى ده الباريلوجرام اللي انا قلت لك عليه من لحظات يبقى انت معاك كده ريكتانجل وباريلوجرام have a common base اللي هي الدي DC ومش بس كده ده بارل ده وقلناه يبقى الاريا بتاعت الريكتانجل ده والبرلوجرام ايكوال طيب هو عايز الاريا بتاعت الفيجر ام ان سي دي اللي احنا عرفناها كبريلوجرام مش هي ايكوال الاريا بتاعت الريكتانجل طب الاريا بتاعت الريكتانجل لينس باي ويتس يعني 18 باي 5 اللي هي 90 سكوير سنتيمتر يبقى دي برضو 90. بعد كده بيقول لي اف سي ان اس 20 السي ان ده اهي ب 20 فايند ذا length اوف ذا perpendicular فروم ام تو سي ان عايز الهايت من الاخر احنا عارفين ان الاريا ايكوال البيز تايمز الهايت يبقى انت عشان تجيب الهايت هتعمل اريا اوفر البيز طب الاريا احنا جبناها بكام؟ ب 90 اوفر البيز اللي هو كام؟ 20 نكمل كده مع بعض area over the base اللي هو cn يبقى 90 over 20 ان 0 تتكنسل مع ال 0 وال 9 over 2 تبقى 4.5 cm ده ال second request. Letter b لي in the opposite figure a b c d is a quadrilateral in which c b parallel to d prove that the area of triangle amb equals the area of triangle dmc. جميل خالص. احنا معانا كده two triangles have a common base شفناهم. ايوه اللي هو ده وده ممكن اجيبهم من تحت عادي يبقى الاي بي وال والاي دي اللي هو الناحيه الثانيه هاف ا كومون base اللي هي اي دي مش بس كده الاي دي لل للبي سي وكمان هما هاف ا كومون base اون وان سايد اوف ات لازم كل المعلومات دي اكون قلتها يبقوا الاثنين ايكوال في الاريا هعمل ايه هسبتراكت الترانجل ده فروم both sides اللي هو الاي ام دي لما سبتراكته من البوس سايدز هيتبقى قال لي بالاسود ده والاسود ده يبقوا ايكوال ان اريا يبقى الترانج اللي هو الاي ام بي ايكوال الترانج دي ام سي في الاريا بس كده ده البروف نمبر 5 لتر اي بيقول لي اي بي سي دي از اكواد الشكل اللي قدامك ده اكواد اي ام ايكوال ام دي سي ان ايكوال ان بي ذا اريا اوف ذا فيجر A B N M the area of the figure D C N M ده كده equal ده prove that C B parallel to D A prove ده parallel ده جميل خالص M N خلينا نمسح كل ده is a median ال median بيبقى في triangle اههو triangle بقى اللي هو ده عشان ال في الميد بوينت اقول له كده سنس N is ميد بوينت of CB يبقى ام ان is the احنا عارفين ان الميديان divides the triangle into two congruent triangles يعني ايه يا مستر يعني هيبقى عندك التريانجل ده اللي بالاحمر ده ايكوال التريانجل ده في الاريا اللي هو بالموف طيب وبعدين اكتبوها الاول دي نمبر 1 الاريا بقى اوف ذا فيجر اي بي ان ام اللي هو مديها جيفن بتاعت ده كله ايكوال الاريا بتاعت الفيجر الناحيه الثانيه اللي هو دي سي ان ام هنسبتراكت التو تريانجلز دول من التو فيجرز هيتبقى لك هنا الترينجل اللي هو بالاسود ده اللي هو اي بي ام والترينجل اللي هو سي دي ام هيبقوا ايكوال برضو في الاريا اهو سبتراكتنج 1 فروم 2 مرة واحدة يبقى الاريا بتاعت الاي بي ام ايكوال الدي سي ام طيب هما ايكوال في الاريا والبيز كونجرنت يعني هنلاقي انه البيز ار ايكوال وكمان ايه اند اون ذا سيم ستريت لاين على نفس الستريت لاين والتو triangles ار اون ذا سيم سايد اوف ذا ستريت لاين يعني في نفس السايد الاثنين اللي, اللي تحت كده يبقى بالتالي نقدر نقول ان السي بي باراليل للدي اي فيها كلام كتير انا عارف الاكزامبل ده دكتور بي بيقول لي ان اوبزيت فيجر اي بي سي از ا دا ده كده ترينجل بي سي باراليل تو او 4 سنتيمتر بي 2 سنتيمتر اي ال 6 سنتيمتر بي 7.5 سنتيمتر بروف ذات triangle اي سي الكبير سيميلر تو اي او ال اللي فوق نمبر 2: Find the length of LC and OL هنقول له في التو ترينجلز اللي هما الـ ABC والـ AOL، خلينا نمسح عشان نبقوا شايفين الـ LO باراليل الـ BC، يبقى وكمان لازم يكون في transversal اللي هو الـ AB، يبقى measure angle AOL equal measure angle B corresponding angles في الناحية التانية ميجر انجل اي ال او ايكوال ميجر انجل سي برضو تو كورسبوندينج انجلز بس لازم تقول ان الاي سي ترانسفيرس زي ما قلنا هنا الاي بي وانجل اي از ا كومون انجل يبقى معايا 3 انجلز كده ايكوال ان ميجر يبقى دول تو سيميلر تريانجلز اي بي سي سيميلر تو اي او ال هنقول ان الاي بي اوفر اي او ايكوال بي سي اوفر او ال ايكوال اي سي اوفر اي ال بص كده الاي بي اللي هي 6 سنتيمتر والاي او 4 سنتيمتر البي سي 7.5 او ال مش عارفينها الاي سي برضو مش عارفينها الاي ال 6 سنتيمتر يبقى احنا نقدر نجيب الاو ال عن طريق الكروس ونجيب الاي سي برضو عن طريق الكروس هو طالب ال سي الاول والال سي تبع الاي سي يبقى هنبدا بالاي سي ونعمل cross 6 times 6 over 4، نجيب الكالكليتر، 6 times 6 over 4 تبقى 9، يبقى كل ده 9، منهم هنا 6 يبقى هنا 3 بس، طيب، بعد كده عايزين نجيب ال OL يبقى 4 times 7.5 over 6, نجيب الكالكليتر. 4 تايمز 7.5 اوفر 6 تبقى 5 سنتيمتر كده يا شباب يكون انتهى الاكزام نلتقي في الاكزام القادم ان شاء الله اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو للاستفاده الاكبر والاكبر طلبه جميع المراحل عرض السنه دي مش هيتكرر عرض الاونلاين طلاب البرايمري جريد 4 و5 و6 زي ما هو موضح كده سعر السيشن 30 جنيه للطالب سعر رمزي السيشن بتبقى طالبين مدتها ساعة وساعة كافية جدا ووافية وده عن تجربة لأنه منهجهم سلس وبسيط رغم أنه كبير ككم لكن سهل وبسيط وإن شاء الله نخلصه في وقته وكده كده معانا مرونة إن إحنا نزود سيشن زيادة أو كده ونظبط الدنيا. بالنسبة لطالب بريب 1 بريب 2 بريب 3 زي ما هو موضح برضه بريب 1 تبقى الميزة فيها إن هي لطالب واحد فقط وده عرض برضه استثناء السنة دي لأن الموضوع ده هيتغير هيبقى جروبس من السنة الجاية هيبقوا اتنين وتلاتة فالموضوع السنة دي استثنائي 40 جنيه لطالب بريب 1 50 جنيه لطالب بريب 2 و60 جنيه لطالب بريب 3 آه برضو وقت الحصة ساعة رغم ان هو طالب لوحده لان وقت الحصة ساعة وزي ما هو موضح آه اهم حاجة انك تكون محمل ابلكيشن جوجل ميت هو متاح معانا زوم برضه بس ابليكيشن جوجل ميت افضل كتير من زوم فهو ابليكيشن سهل وسلس وبسيط بتحمله من على البلاي ستور بتكتب جوجل ميت ينزل معاك بكل سهوله وطبعا الدفع بيبقى عن طريق فودافون كاش وباكد انه تاكيد السيشن بيبقى بدفعها مسبقا لان احنا مش بنبدا نشتغل او مش بنبدا السيشن غير لما تكون مؤكده مسبقا. السيشن دي عشان تفهم احنا بنعمل فيها ايه بنعمل فيها كالتالي السيشن دي بتبقى ملك للطالب يعني الطالب يقرر فيها بيحل فيها اكزامز طب يا مستر ما انت بتحل لنا الاكزامز افترضنا ان في طالب ما فهمش من الفيديوز فممكن يفهم من الاونلاين اكتر. طالب حابب نحل قبل ما اللي يستنى الفيديو ينزل على اليوتيوب فيحل قبلها طالب حابب يراجع ويبدأ المنهج من الأول في وقت يا مستر آه إن شاء الله في وقت رغم إن إحنا في خلاص فاضل وقت قليل عن الامتحانات إلا إنه نقدر نشرح المنهج كاملا بأمر الله لإنه إحنا بنكثف سيشنز وممكن ناخد سيشن واتنين في اليوم وحصلت مع طلبة كتير طيب حابب نحل إكسرسايز بتاعت نسم معين ريفيجن اه نشرح أجزاء معينة من المنهج مجمع شوية أسئلة واقفة معاك وحابب تفهمها اتواصل على رقم الواتساب اللي ظاهر قدامك طول الفيديو ده اتواصل عليه ونظبط مع بعض الميعاد ونشوف ايه اللي انت حابب نعمله في السيشن دي ونركز عليه ونشتغل عليه ونشتغل, عليه ونشتغل على نقط الضعف بتاعتك في الماس بشكل عام وبشكل اخص الحاجات اللي انت بتحددها فالسيشن دي هتفرق معاك جدا وبالاخص ان هي السنه دي سعر استثنائي مش هيتكرر فما تفوتش الفرصه والحق تواصل معانا على الواتساب والحق احجز معادك قبل ما المواعيد تكتمل وفي الأخير يا شباب أتمنى تكونوا بتستفيدوا من الفيديوهات بشكل عام بدون ما ترجع للأونلاين احنا بنحاول بأمر الله ننزل المحتوى كامل نحاول نحل كل الامتحانات حلينا كل الاختبارات التراكمية فما تبخلوش مع علينا بدعمكم باللايك والشير والسبسكرايب شير في كل مكان عشان القناة تنتشر وتكبر كومنتاتكم الإيجابية صدقوني بتبقى دافع كبير لينا عشان نكمل وفي الأخير يا شباب دعواتكم عشان نقدر نكمل ونعمل محتوى كامل مجاني ونطوره كل سنة عن اللي قبلها وأتمنى لكم في الأخير كل التوفيق شكرا والسلام الله عليكم